روى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك؟ أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.